واش العشرين نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، خليكم معايا. واش الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ان شاء الله انا غادي نهضروا فيه على اصحاب الارقام الكبيره في هذا الديفي لوتري ديال 2024. صراحه ارقام كبيره بزاف، يعني ما فهمتش انا هذا العام علاش الارقام بحال هكا كبيره. يعني كاين حتى تقريبا 100000، تخيلوا 100000 كيز نمبر. سو الاخوان، كما ديجا شرحت لكم من قبل بزاف ديال الفيديوهات، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، على اساس دي في على اساس دي اس مهم جدا، واخا الرقم ديال كبير. فالخوت اي واحد خرجت ليه القرعه فهاد القرعه هادي وكان الكيز نمبر ديالو كبير، عمر دي اس 260، عمرها صافي، انت عمر دي اس 260 وطلب زهرك. هادشي اللي كان الخوت. كما قلت لكم الخوت، ما تقولش راه الرقم كبير، سير عمر دي اس 260، سير عمر دي اس 260. هاد الارقام الكبيره الخوت بزاف هاد العام في هاد الديفي ديال 2024، كاينين ارقام كبيره عكس 2023. يعني وقيلا الرقم الكبير هو 70000، هاد العام 94000، حتى 100000 وقيلا كاين 100000 على ما اظن. المهم الخوت اللي عنده الكيز نمبر كبير ديال هاد العام، فكما قلت لكم قبل القالب هو دي اس 260 تعمرها دغيا. كاين اللي غيقول لي شنو هو الحظوظ ديال واحد عنده اكثر من 80000 ولا 70000 ولا 60000. فاخي ولا اختي، ما نقدرش نقول لك الحظوظ ديالك، انت كتعمر دي اس 260 كتوكل على الله انت وزهرك. عمر دي اس 260، هذا هو الحظوظ ديالك، الحظوظ ديالك هو تعمر دي اس 260 وكتسنى الرساله الثانيه ديال الموعد ديال المقابله. يعني ما كاينش معيار نقول لك لا راه الا درتي هادي راه غادي يوصلك الموعد وغادي تدوز المقابله. فهي كتبقى مساله ديال الحظوظ، ومساله ما يمكنش شي واحد يعطيك شي حاجه شي استراتيجيه ديرها باش انك توصل بالموعد ديال المقابله. فقط خاصك تعمر دي اس 260 بسرعه، يعني ما تعطلش نهائيا. لان واحد الصديق ديالي تواصل معايا قال لي عندي 90000، عندي 90000 قال لي ومازال ما خديتش الباسبور. ها المشكل اللي كنقولوا ديما، 90000 ومازال ما عمرش دي اس 260، ها مشكل كبير. داكشي علاش كنقول لكم ديما وجد الوريقات ديالك من قبل، الباسبور ديالك وجدو من قبل، حطو غتحتاجو باش ما توقعش في هذا المشكل. هذا ها هو دابا عنده 90000 في الكيز نمبر، 90000 وما عمرش دي اس 260، دابا مازال ما عمرش دي اس 260. يعني خطا جسيم، واخا عنده الرقم كبير عمر دي اس 260 في البلاصه وطلب زهرك كما كيقولوا. المهم الاخوان، هادشي اللي كاين. فقط هذا الفيديو هذا توضيحي لهاد المساله، هذه اللي هي مساله مهمه جدا. نتمنى ان شاء الله انكم الناس اللي خرجت لهم القرعه يكونوا عمروا الديز دابا صافي، لان ديال 2023 راه ما قريب يساليو معاهم باش يبداو معكم نتوما صحاب الديفي ديال 2024. المهم هادشي اللي كاين الخوت، نتمنى لكم الخير، يلا بيس لكم. نتمنى ان شاء الله دعموا هاد القناة، هادي قناة جديدة. لا بقات القديمة راه مزيان مشات، راه كاينة هاد الجديدة ان شاء الله باش ديما يستمر هاد المسلسل ديال اننا نعطيكم المعلومات الصحيحة. وهادشي اللي كان الخوت، يلا بيس ليكم، نشوفو في فيديو جديد ان شاء الله.